تقديراً لدور المرأة الإماراتية الجوهري في تنمية الوطن وازدهاره، نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي منتدى المرأة الإماراتية العاشر احتفاءً بموظفاتها اللواتي يسجلن حضوراً قوياً ومؤثراً في كافة قطاعات الهيئة، ويدعمنا الأهداف الاستراتيجية للهيئة. ويأتي هذا الاحتفال تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية. نحتفل منذ عقد من الزمان بيوم المرأة الإماراتية تاريخ 28 أغسطس من كل عام. هذا اليوم الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات حفظها الله، ونعتبره حقيقة وسام غالي على قلوبنا، ونعتبره كنساء إماراتيات أن هذا اليوم هو عيد لكل نساء الوطن حقيقة. وشهد المنتدى تكريما لنخبة من السيدات الإماراتيات ممن سجلنا أبهى صور التفاني والعطاء والإبداع، بالإضافة إلى عرض فيديو حول جهود اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي في دعم وتمكين المرأة الإماراتية من مواصلة صقل مهاراتها المهنية والشخصية ومواكبة التغيرات المتسارعة. ننظر للورش التنموية والورش الشخصية وتنمية الأسرة حتى نضمن أن المرأة الإماراتية اليوم وهي في مجال عملها وخدمة وطنها أيضا قادرة وعندها الممكنات أنها تحقق التوازن وتحقق التنمية المستدامة في العمل وفي المجتمع أيضا. ليتني بس اوعي الناس، اقولهم شو الاشياء اللي تضرهم بالنسبه للبشره، وكيف انه يتوعون انه يحافظون على البشره نظيفه نظره ومشعه، وبس بطريقه تكون صحيحه، ما يتبعون العروض والترويجات اللي هي ما تكون صحيه او ما تكون صادقه. تخلل المنتدى جلسات حواريه ذات موضوعات مختلفه تعزز مهارات التواصل وتبادل الافكار والخبرات والتعرف على احدث الاتجاهات والابتكارات التي تدعم تمكين المرأة، حيث شهدت الجلسات مشاركة لسيدات أعمال أبدعن في مجال عملهن.